استنى ايه واحنا جينا عشان نستنى هنا؟ تعالي. لا يا سيد استنى يا سيد. استنى ايه؟ ده وقت استنى هحكي لك. تعالي تعالي. السوسته ايه؟ هي فين السوسته؟ انت غيرتي مكانها. ده وقت مفاجاه. يا بنتي تعالي بس هقول لك. لا الناس تشوف. شفنا ايه؟ احنا في امن مكان في مصر. تعالي خش. ايه اللي جاب الالترا هنا؟ بتتفرج على ايه؟ اجري يا بنت الفقريه، محافظه الجيزه بتتفرج. جرى ايه يا عم حسام؟ انت ركبت ولا ايه يا فندم؟ والله انا ما عملت حاجه. ايوه بس اخوك عمل. والله ما لحقت. انا هحكي لسيادتك اللي حصل بالظبط. انا دخلت لقيتها مغمى عليها وممدده على الارض، خفت بقى تبقى قطع النفس، حطيت راسي على صدرها كده يا فندم، لقيت العفريته فيها نفس، شكيت قلت اعدلها بنفسي عشان اتاكد. وانا بعدلها يا فندم صدرها جه في صدري. لا يا باشا، ببص ما لقيتش وش، لقيت شعر. انا اتخضيت بقى، قلت ايه ده؟ اتاري شعرها مغطي على وشها. رحت زايح خصله الشعر من على خدها. بص يا باشا، ورحت نازل بايدي على رقبتها اشوف في نبض ولا لا زي الافلام. لقيت رقبتها دي يا باشا نار نار. وبعدين اتلسعت. لسه بقى هحط شفايفي على شفايفها عشان عشان اعملها تنفس صناعي. سيادتك دخلت وبوظت كل التجهيز. قصدي يعني لما شافت هبه سيادتك فاقت. بلا فاقت بلا زفت. خد اخوك وتفضله بره. بره ليه بس؟ طب حط نفسك مكاني. سيادتك في مكان ضلمه ومعاك واحده زي القمر. اوام ايه؟ جسم ايه؟ بص سيادتك اسامه تعالى كده. بص سيادتك بص صيده المدير نعرفه. بذمتك بقى يا فندم، دي واحدة حد يتخلى عنها ولا ما تتسابش؟ يا فندم البنت تعبانة وأنا تعبان. وأنا كمان تعبانة يا سيد. خلاص يبقى احنا التلاتة عايزين مكان. بس ده فعل فاضح. فاضح ايه يا فندم؟ استغفر الله العظيم يا رب. الله، احنا أولاد ناس يا برنس الفن. أبونا الحاج مربينا أحسن تربية، الفرض ما بنفوتوش. احنا جايين نبهدل. الله. ألو. ألو سيد، الحقني انا اتمسكت. ما بيردش. الو الو. الله، انت مسمعني ولا ايه؟ يالا بقول لك اتمسكت اتمسكت. انت كمان اهو الحاج اتمسك. مش بقول لك عيله تشرف. تخلص ورديتك وتروح على البيت عشان تطمن مرات ابوك اخوك. ما تجيبش اي سيره لحد ما اشوف اذا كنت هعرف ارجع بيه النهارده ولا لا. طب فهمني انت رايح له فين بس؟ فرك الكعب لحد اسماعيليه وهرجع لك. اسماعيليه؟ طب هتبعك بالتليفون. قول يا رب عيلة ما يعلم بيها الا ربنا. يا معالي الباشا، هابي نيو هير. والله انا مقدر الظروف، عشان كده انا ما زعلتش عن اعتذار معاليك عن حضورك الليله. ايوه يا سامح، عايزك انت ومجد وانور حالا على مديريه امن اسماعيليه. عم العز دفروت قبض عليه وفي طريقه للمديريه. اتصرفوا بسرعه، حاولوا تطلبوا الموضوع قبل ما تعمل له محضر. ايوه احنا بنشوف حد من حبايبنا بنكلمه. لا لا ابدا خالص. المهم ان في حد من اصدقائنا، حد محترم جدا بيشتغل في التصدير، يظهر ان في حد من حزب اعداء النجاح عمل له ملعوب عشان يطخ له اسمه وسمعته. باختصار عشان ما اطولش على معاليك، اسمه ابو العز الضفراوي، من كبار مصدر البطاطس، ماسكينه في كمين على طريق الاسماعيليه. في انتظار تليفون معاليك. اكون شاكر جدا. ايه ده؟ ايه في ايه؟ سليمان دكتور بسرعه. امرك يا باشا. مالك يا ريهام؟ استر يا رب. يعني ايه هربوا بالبضاعه والفلوس؟ ازاي في وسط القوات دي كلها؟ يا فندم دي كانت حرب. احنا اول ما بدانا الهجوم لقينا الرصاص نازل علينا زي المطر من كل حته. دول كان معاهم ترسانه اسلحه يا فندم، جرينوف وار بي جي والي. الخسائر عندك قد ايه يا حضره الضابط؟ في امين شرطه استشهد يا فندم، وثلاث عساكر اصابات خفيفه، والرائد شريف معروف استشهد يا فندم. والمهربين؟ مسكنا ابو العز الضفراوي وثلاثه من حراسه، وفي اثنين مصابين واربعه من عندهم ماتوا. حاضر يا فندم. اوامر معاليك يا فندم. خير يا فندم. الرائد شريف جوز اختك، تعيش انت. انا لله وانا اليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قتلوه؟ قتلوا الكفره؟ طب ولاده؟ ولاده اللي قاعدين في البيت دول اقول لهم ايه؟ ده انا قايله لهم ما يناموش عشان نحتفل سوا بالسنه الجديده. يا شريف، يا رب. صلي على النبي يا منار. مش كده، هو دلوقتي في مكان احسن بكتير. ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي. لا اله الا الله. اهدي شويه يا حبيبتي. بعدين بقى يا منار، خليكي جامده. مش كده، هو من رحمه ربنا ان الولاد لسه صغيرين مش حاسين بحاجه.
واحنا جنبك مش هنسيبك. نشوى خليكي معاها، تلاقيش يا منار حق شريف هيرجع وانا اللي هجيبه. الحمد لله الجنين بخير والحاله مستقره. الف حمد وشكر ليك يا رب. امال حصل ايه يا دكتور؟ حاله القيء اللي حصلت لها انقذتها من حاله التسمم. تسمم؟ مش ممكن. انا متاكد انها حاله تسمم وان شاء الله هتبقى كويسه باذن الله. اتفضل. شكرا يا دكتور. سلامتك حبيبتي. اتفضل يا دكتور. اتفضل. سلامتك يا ريم. الف سلامه. الله يسلمك حبيبتي. انزل انت يا حبيبي كمل سهرتك، كفايه اللي حصل. قول لهم ان انا بقيت كويسه. طب اقعد معاكي شويه بس عشان اطمن عليك. ما تقلقش يا بابا، انا هفضل معاه لغايه ما تفوت. برضه اللي عند بسنت ده شبه تسمم. اكيد الاكل كان فيه حاجه. انا شاكك ان المقصود كان جمال السكري. في حد تاني من ضيوف اشتكى؟ كلهم زي الفل سعادتك. مش يمكن يكون الولد الويتر ده اللي كان معاك كاميرا عمل كده عشان يلخمنه ويحط له حاجه في الاكل؟ انت اتاكدت ان الولد اللي لقوه تحت في المطبخ صحفي فعلا؟ لولا بطاقته وكرنيه واكده كده كان زمان سعادتك دلوقتي بتقرا عليه الفاتحه. لو سمحتوا لي يا جماعه من فضلكم انا عايز اعتذر لكم، بتاسف لكم جدا، وريهام كمان بتعتذر لكم. انتوا عارفين اخر ايام الحمل دي بتبقى سخيفه قد ايه. على كل حال الحمد لله هي كويسه دلوقتي وبسنت معاها في اوضتها. من فضلكم كملوا السهره زي ما انتوا عايزين بليز. ده عندي ولا ايه؟ انت اللي بتسالي؟ ايوه انا اللي بسال. اصل عينيك بتقول غير كده خالص. عينيك بتقول ان كل اللي انت قلته لضيوفك من شويه كذب. الله 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 الله، انت هتغيري نشاطك ولا ايه؟ هتسيبي الفناجيل وتمسكي في العيون؟ عموما كلها شويه وفنجالك يبقى بين ايديا، اكيد هيقول لي على الحقيقه. ايوه يا ابني، انت فين يا سمعة؟ انا احلق في سماء المتعة الحرام، يعني انا في التمام واخر انسجام ومستني البيرة بعد ما رفعت جوزين الحمام. لو ان انت محسس ان انا طالب برنامج براعم المستقبل. يا ابني انت فين؟ انا مسدوق فيك، خلصني. البت برضه بتقول لي ان انا زي القمر، واخلصك ايه؟ ده اللي مسدوق ده الاجام ده اوا سايكو. الله يحرقك يا ابني، ركز يا ابويا ممسوك في اسماعيليه، عدي عليا خدني من عبد المنعم رياض، هم ساعتين زمن، هنروح اسماعيليه رايح جاي. هذا الرقم الذي تحاول الاتصال به غير موجود في نطاق الدنيا، حاول اتصال لما